يا مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا مع حضراتكم يوم جديد، حلقه جديده من السادسه. تحياتي في البدايه لكل الاهلاويه اللي بيتابعونا، وبالتاكيد طبعا لا صوت يعلو فوق صوت القمه. 50 ساعه بالتمام والكمال بتفصلنا عن اللقاء المرتقب، اللقاء المنتظر، المواجهه اللي كل عشاق الكوره في مصر ومش هبالغ لو قلت كمان في الوطن العربي في انتظارها. موسم جديد، يبدو ان احنا امام موسم مختلف، مسابقة مختلفة، دوري مختلف، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله أنه لقاء القمة ده يميز ويتوج الاختلاف اللي الناس كلها حاسة بيه ويطلع الحقيقة بشكل يشرف الكرة المصرية. أسئلة كثيرة بتسألها جماهير النادي الأهلي، هل هيعتمد مستر موسيماني على اللاعبين أصحاب الخبرة في مواجهة نادي الزمالك، ولا يلجأ لأسلحة الأهلي الجديدة الفتاكة، الصفقات الجديدة زي بيرسي تاو وميكي سوني وحسام حسن وعمار وعبد القادر؟ هل من الممكن ان احنا نشوف عوده لمحمد الشناوي في مواجهه الزمالك ولا لا؟ ايه هو التشكيل الامثل والطريقه الافضل لمواجهه الزمالك؟ اسئله كثيره جدا هنحاول ان احنا نجاوب لحضراتكم عليها من خلال لقاءنا النهارده، ونتابع اخر اخبار طبعا فرقتنا. الحقيقه قبل ما نبتدي الحلقه وندخل في التفاصيل، ثلاث نقاط تحديدا حابب اقف مع حضراتكم فيهم. النقطه الاولى متعلقه بالخبر اللي انا يمكن اتكلمت فيه امبارح مع حضراتكم، وهو ترشيح اسم مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي كواحد من افضل المديرين الفنيين على مستوى العالم، مع اسماء كبيره جدا زي انطونيو كونتي، زي بيب جوارديولا، زي يورجن كلوب وغيرهم، وزي توماس توخيل طبعا وغيرهم من الاسماء الكبيره جدا. وهربط ده كمان باسم محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر وحارس مرمى النادي الاهلي وحارس مصر الاول، اللي كمان تم اختياره من ضمن قائمه طويله جدا من حراس افضل حراس على مستوى العالم عشان يتنافسوا برضو على نفس اللقب، ولكن المره دي هيكون لقب افضل حارس مرمى في العالم. مع كامل التقدير طبعا والاحترام لامكانيات كل اسم من الاثنين، سواء مستر موسيماني او سواء محمد الشناوي، وانا الحقيقه بحب الشناوي جدا 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 وبعتبره امتداد حقيقي وواضح جدا لاجيال عظيمه جدا تولت مسؤوليه حراسه مرمى النادي الاهلي، وشايف انه مستواه الحقيقه لا يقل عن كل الاسماء اللي مترشح معاها زي مانويل نوير، زي تيبو كورتوا، زي كيلور نافاس وغيرهم من الحراس. لكن في ده حابب اقف مع نقطه مهمه جدا. مع كامل التقدير والاحترام تاني للارقام وللانجازات وللامكانيات اللي بيتمتع بيها الثنائي اللي انا ذكرت اسمه موسيماني والشناوي عشان يوصلوا للمكانه دي، هذه المكانه لم يكن ابدا من الممكن الوصول ليها لولا ارتباط الاسمين باسم النادي الاهلي. وده يعكس بشكل من الاشكال قدر النادي الاهلي وقدر من يمثل النادي الاهلي. في جزء كبير جدا من المجد، جزء كبير جدا يعني من الاحساس بالنجاح وتحقيق الذات مرتبط باللعب في النادي الاهلي. في حاجات كتيره جدا ممكن ما تتعوضش، يعني كان من الممكن جدا انه مستر بيتسو موسيماني يبقى مدير فني لاحد الانديه الاوروبيه، او انه الشناوي يلعب في واحد من الدوريات الاوروبيه ويلعب لنادي كويس، نادي مثلا زي نيوكاسل يونايتد، نادي زي مارسيليا، نادي زي اندرلخت البلجيكي، كلها انديه معروفه انديه كويسه. لكن هل كان من الممكن انه يرتبط اسمه باسماء الحراس العظام دول مع الانديه دي؟ وده يبين انه شرف كبير جدا بالاضافه للشهره وللنجوميه والحب الناس، ودي نعمه لا تقدر بثمن، وبالنجاح والبطولات. وضيف على ده كمان المكانه اللي ممكن توصل لها من خلال ارتباط اسمك باسم النادي الاهلي. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه الحقيقه وانا بتابع ماتشات دوري ابطال اوروبا والجوله، على الرغم انها كانت تبدو